السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. فيديو سريع بس عن بعض الأخطاء التي يقع بها بعض الفنيين، طبعا بقصد أو بغير قصد، ممكن أنها تؤدي إلى احتراق المحرك إذا كان الحمل كامل. صدقوني ممكن أنها تؤدي إلى احتراق المحرك إذا كان الحمل كامل، ومش معنى انه الطريقه يعني نجحت معك مره انها راح تنجح على كل المحركات. لا، اعلم يا اخي انه اذا نجحت معك الطريقه مره او مرتين فاعلم ان الحمل ليس كامل. فاذا كان الحمل كامل او كان المحرك بيشتغل على سرعات ميكانيكيه فاعلم انه المحرك راح يحترق في اقرب وقت. الخطأ هو أنه التعديل الخاطئ، أنا بعتبره تعديل خاطئ، وهو تعديل من أقطاب حقيقية إلى أقطاب تأثيرية. يعني بلجأوا إلها بعض الفنيين على أساس أنهم يريحوا نفسهم ويستعجلوا في الوقت ويخلصوا المحرك بأسرع وقت، والأقطاب الحقيقية بتكون طريقة متعبة شوي وبتأخذ وقت أطول، فلذلك بلجأوا إلى التأثيري على أساس أنهم وفروا بعض الوقت. وهذا الكلام بضعف المحرك. التحويل من الأقطاب الحقيقية إلى الأقطاب التأثيرية يضعف المحرك. يا أخي أنت فكر في بالك شوي، يعني لحظة فكر في بالك لحظة، راح تعرف أنه التعديل هذا خاطئ. اسأل نفسك مين أكثر بهمه يعني الوقت السريع وتوفير الوقت وتوفير الجهد، مين بهمه أكثر، أنت أو الشركة الصانعة؟ أنت راح تلف محرك، يعني في اليوم هذا راح تلف محرك واحد بس، أما الشركة الصانعة بدها تلف عندها طلبية 10,000 محرك أو شيء من هذا القبيل، فعندها طلبية بهمها أنه تنجز بأسرع وقت وأقل جهد وأقل توفير. طبعا هذا الكلام بالنسبة لهم، فمع الكمية بيطلع عندهم مبلغ بوفروه وبوفروا وقت وكذا وجهد. فطبعا الشركة بهمها أكثر منك أنه توفر الوقت والجهد. طيب اسأل نفسك الآن، بما أنه الشركة بهمها توفر الوقت والجهد، ليش أو لماذا لفوا المحرك أقطاب حقيقية مع أنه الأقطاب الحقيقية بتأخذ وقت أطول معاهم؟ يعني كن واثق أنه بتأخذ وقت أطول معاهم، مش زي الأقطاب التأثيرية. فليش وخاصة الجانبين بالمجرى بلفوها على أيديهم، الجانبين بالمجرى بلفوها على أيديهم مش على الماكينات. طب ليش بيستعملوا الجانبين بالمجرى بكثرة وخاصة في المحركات الكبيرة؟ لأنه الأقطاب الحقيقية أقوى وأفضل من التأثيري بكثير، فلذلك هم بيقارنوا الحمل وبيقرروا أنهم يعملوا أقطاب حقيقية أو بيعملوا جانبين بالمجرى. فالتعديل الخاطئ يا أخي أنه تحول أو تعدل من الأقطاب الحقيقية إلى أقطاب تأثيرية. اعلم أنه المحرك سيضعف، وأنا بحكي لك عن تجربة، وزمان أنا حولت محرك أو مرتين، يعني حولت محرك من أقطاب حقيقية لتأثيرية والمحركين فشلوا لأنه كان في عندهم سرعات ميكانيكية للمحرك. فكان يحكي لي الزبون أنه بيشتغل على السرعة البطيئة لكن لما نزيد السرعة المحرك بوقف، آخر إشي بوقف المحرك لأنه أقطاب تأثيرية. فلما رجع لي وقعدت لفه، لفيته زي ما هو أقطاب حقيقية، حكالي إنه المحرك اشتغل على كامل السرعات ما في أي مشاكل بكامل قوته. فيا أخي لا تعدل التعديل الخاطئ، أنا بعتبره هذا تعديل خاطئ، ومش معنى إنه نجح معك مرة أو مرتين إنه هذا التعديل بنجح على كل المحركات. فلا تنتظر، اسمع نصيحتي، فلا تنتظر إنه يصير معك مشكلة في محرك وخاصة تكون قدرته كبيرة ومكلف بالنسبة لك وعشان تصدق هذا الموضوع. هاي نصيحتي لكم لليوم، وإن شاء الله أنكم تستفيدوا منها. ولا تنسوا زي ما وصيكم دائما صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.